يعد تساقط الشعر وعدم نموه بالشكل الكافي إضافة إلى الشعر الخفيف مشكلة شائعة لدى كثير من الناس، وأسبابها متعددة، في مقدمها نقص الفيتامينات، التوتر والإجهاد، حيث أن هناك دراسات عدة تؤكد العلاقة الوثيقة بين الفيتامينات وتساقط الشعر وصحة بصيلات الشعر. انطلاقا من ذلك، نرصد لك أفضل الفيتامينات لتعزيز نمو الشعر وتكثيف الشعر الخفيف وتغذية بصيلات الشعر وجعلها أكثر قوة. الفيتامين B تعزز الأطعمة الغنية بالفيتامين B صحة الشعر وتجديد الخلايا اللازمة لنمو الشعر. وتشتمل المصادر الجيدة للفيتامين B الحبوب الكاملة، الخضروات ذات الأوراق الداكنة، إضافة إلى المأكولات البحرية واللحوم. الفيتامين D يعزز هذا الفيتامين المناعة بشكل عام، ويعمل على تعزيز صحة الشعر ومنعه من التساقط ومنحه مظهرا جذابا، وهو موجود بشكل أساسي في الأسماك الدهنية ومشتقات الحليب وعصير البرتقال. أحماض الأوميغا 3 الدهنية تعد هذه الدهون مصدرا جيدا للبروتين، مما يجعلها مثالية لتعزيز قوة الشعر ومنع تساقطه وجعله أكثر كثافة. ويعد السلمون والتونة والسردين وبذور الشيا والجوز وبذور الكتان من أهم المصادر الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية. الحديد، النساء اللواتي يعانين من نقص في الحديد يعانين أيضا من تساقط الشعر، حيث أن هناك علاقة وثيقة بينهما. لذلك عليك تعزيز نظامك الغذائي بالمأكولات الغنية بالحديد والتي تساعد في منع تساقط الشعر وتعزيز نموه وكثافته. في مقدمها الكبد، اللحوم الحمراء، الكينوا، اليقطين والديك الرومي. يكافح الزنك، الخميرة التي تسبب قشرة الرأس والالتهابات وتساقط الشعر. لذلك من المهم جدا أن تولي اهتماما للمأكولات الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء، البقوليات، المكسرات، البيض، الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الألبان. إضافة إلى المعادن والفيتامينات التي ذكرناها سابقا، يعد كل من الفيتامين E والبيوتين وفيتامين B12 من أهم العوامل التي تعالج ترقق الشعر وتساقطه وتساهم في جعله أكثر قوة وكثافة. لذلك احرصي على إيلاء المصادر الغنية بهذه المغذيات للحفاظ على صحة شعرك ومنع تساقطه، لا سيما الأفوكادو وبذور عباد الشمس واللوز والسبانخ. إذا كنت تجدين أن نظامك الغذائي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن المذكورة سابقا، فلا تترددي في الاعتماد على المكملات الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تزويد شعرك بالمكونات الضرورية لكي ينمو بطريقة صحية وسريعة. لذلك ننصحك ببعض أهم المكملات الغذائية المهمة لشعري. هذا المنتج غني بمضادات الأكسدة والكولاجين والكركمين والفيتامين E، إضافة إلى ملح البحر، وهي مواد تساهم في تعزيز صحة بصيلات الشعر ومنع ترققها، كما تقي من الأضرار البيئية التي تسبب أضرارا بالغة بالشعر. هذا المنتج هو مزيج من الفيتامين C ومستخلص بذور الكتان والزنك التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وجعلها أكثر كثافة، مما يجعله مثاليا للواتي يعانين من تساقط الشعر الناتج من النقص في الفيتامينات والمعادن.